في التقرير لزميلتنا مارينا أمير للورشة دي، مبادرة مجانية لتعليم الشباب حرفة لمواجهة الهجرة غير الشرعية. الحقيقة المبادرة دي خلوني نسمعها كده مع حضراتكم ونرجع نتكلم عليها دقيقتين، لأنه الحاجات دي محتاجة ان احنا برضو نسلط الضوء عليها، لأن دي وزارة التضامن الاجتماعي عاملة شغل هايل في هذا الإطار. نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم. تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي انطلقت فعاليات مبادرة الورشة للتدريبات المهنية للشباب والفتيات كأول برنامج متكامل يدعم العمالة الغير منتظمة ويتصدى للهجرة غير الشرعية من خلال التعليم المهني. احنا مؤسسة مشهرة وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تم تأسيسنا في 2022، والحقيقة الملف الرئيسي بتاعنا هو ملف مكافحة الهجرة الغير شرعية، ده الملف الرئيسي اللي احنا بنشتغل عليه. لكن لما بدأنا نشتغل قررنا ان احنا نشتغل بشكل مختلف، ان احنا نعمل تمكين اقتصادي للناس، نقول لهم بدل ما تفكروا تهربوا، بدل ما تفكروا تتجهوا لمراكب الموت اللي في النهاية يا اما هتموت في بحر المتوسط يا اما هتتسجن في الدول الأوروبية، لا خليك في بلدك هنا، حاول تتعلم صنعة، حاول تتعلم حرفة، تعال تعلم ريادة أعمال، تبدأ تفكر تعمل مشروع خاص بيك. بنعلمهم ان هم يشتغلوا على نفسهم ازاي ويوجدوا مدخل وطريق يمشوا فيه عشان بعد كده يثبتوا نفسهم بالشغل. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها الخامات البيئية، الجلد واساليب تشكيلها. البنت او الشاب بيبتدي يشتغل على نفسه في حته اللي هو يعرف تكوينات، يعرف مشغولات فنيه، تنوع المشغولات الفنيه، الاخراج ازاي، الفينش ازاي، طرق التشكيل ازاي، عشان بعد كده لو مشي في السكه ديت واشتغل يبقى ليه اسم وليه براند ويبقى البراند مسمع في السوق في الداخل وفي الخارج. عدد المستفيدين وصل ل 1227 متدرب، دول وصلوا 322 باجمالي يوم تدريب. عدد الساعات وصل ل 1232 ساعة تدريبية، وطبعا كل ده بالمجان. تتنوع تلك التدريبات بين الميكانيكا والنجارة والنقاشة والتطريز والتفصيل والخياطة والكهرباء، ويتم ذلك وفقا لجدول زمني محدد بالمجان. أخذنا الباترونات في المحافظ وقصينا محافظ وعملناها الغرز المختلفة، سواء غرز تفنيش أو غرز تجميلية للمحفظة، وعملنا شنطة كذا موديل بكذا باترون. خدنا كمان ريادة أعمال ازاي نسوق شغلنا، وتعلمونا بصراحة حاجات كتير، من أول حتى ازاي نعرف الجلد الطبيعي من الصناعي والكلام ده. أنا بنصح الشباب أول حاجة ان السفر مفهوش المميزات اللي بتتصور لكم، ده ما بيحصلش غالبا، مفيش حاجة موجودة برا مش موجودة في مصر، بس محتاج محاولة، محتاج اجتهاد، محتاج انك تحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل للي انت عايزه. وانصح الشباب ان هم يشتغلوا على حاجة هم بيحبوها وما يستعجلش على النتيجة، النتيجة هتيجي هتيجي، بس هو لازم يشتغل على حاجة هو بيحبها. في ظل اهتمام الدولة المصرية بالحرف اليدوية والحفاظ عليها من الاندثار، جاءت مبادرة الورشة للتمكين الاقتصادي والحفاظ على التراث المصري. مارينا أمير، منشط. عجبني في مثل هذه التقارير مجموعة الشباب اللي بيظهروا مع حضراتكم. تشوف ان دول شباب من الجنسين، انه انت بتتكلم على مبادرة مجانية، يعني انت تدفعش حاجة، انت بتروح تتعلم حاجة، والحاجات اللي قدام حضراتكم المعروضة قدام حضراتكم، واكيد بيبقى في معرض وزارة التضامن بتعمله، وهؤلاء النجوم، لان انا بعتبر برضو دول نجوم، وهذا الرجل الجميل اللي بيوريهم ازاي الحاجة تتصنع وازاي الحاجة تتعمل وازاي شوفوا الجمال بتاع الحاجات اللي زي دي. يعني انا الحقيقة لو حد بتفرج علينا من الناس اللي بتعمل معارض، الناس اللي عندها محلات، الناس اللي عندها اللي بتحب الحاجات اللي زي دي، بدل انت ما تستورد ولا اخر، وتشوف ليه ما تتعاونش مع وزارة التضامن في هذا الاطار وتشوف. وعلى فكرة دول ولاد ناس قوي اللي موجودين، دول ولاد ناس قوي. وفي مبقى كويس قوي، كان زميلنا العزيز كرم اصلان برضو اللي عمل مبادره كرامتي في حرفتي. ادي ده شغل مجتمع اهلي انا ومجتمع مدني، بس انا بقول لحضراتكم عليه ان وزاره التضامن عامله عظمه في هذا الاطار. في دول شباب، هو لو وقفت على الصوره كده ما هو دول شباب زي الفل، وشباب عظيم وافكارهم متعدده وعندهم مستقبل عايزين يرسموه وعندهم تحديات والاخر. طبعا الجوده حلوه جدا باينه،
وهذا الرجل الجميل اللي بيشرح يعني بشكره جدا، لانه ببساطه برضو الراجل يعني شايف النموذج اللي قدامه. فبشكر كل القائمين على مثل هذه المبادرات، شكر جزيل. شكرا زميلتنا مارينا أميرة على هذا التقرير.